قصد إلى الآن أرواح أكثر من 170 شخصا وأصاب الآلاف، ويثير هلعا في الصين والعالم الذي ضاق ناقوس الخطر وعلق الكثير من رحلاته إلى الصين. وباء كورونا المستجد يعتبر أخطر من الالتهاب التنفسي الحاد سارس. كيف بدأ وما هي تداعياته؟ نتعرف مع الزميلة جمانة خديجة. جمانة أهلا وسهلا بك. هذا الوباء يعني يثير الآن حالة من الهلع حول العالم بأسره، ليس كذلك؟ بالضبط، أهلا بك بشار. طبعا هذا الفيروس أو مجموعة الفيروسات كما يمكن القول معرفة عن طريق منظمة الصحة العالمية بكونها مجموعة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح بين نزلات البرد البسيطة وبين أمراض خطيرة. طبعا هذه الفيروسات أيضا تدعى بالفيروسات التاجية، وذلك نسبة لشكلها والنتوءات البسيطة التي تتواجد على شكلها الخارجي والتي تشبه التاج. طبعا هذا الفيروس ينتقل أيضا، مقصود هنا شكل الفيروس بالضبط، شكل الفيروس كما يظهر بالمجهر. طبعا هذه الفيروسات تنتقل بين الحيوانات والبشر. طبعا هذا الفيروس لم يظهر الآن، إنما ظهر عام في 1936 تقريبا، حيث أنه بدأ بالظهور على الطيور، وبدأت العوارض تظهر بضيق في النفس ومشاكل في التنفس لدى هذه الطيور. بعد ذلك انتقل إلى الحيوانات، ثم في عام 1960 انتقل إلى البشر. طبعا في عام 2003 لا يمكن تجاهل طبعا فيروس سارس، والذي كما نعرف أصاب العديد من الناس والمئات والألاف من الناس، ليس فقط في الصين إنما أيضا بالعالم. طبعا الفرق الوحيد بين هذين الفيروسين، رغم كونهما من نفس العائلة الفيروسات، وأن فيروس سارس هو أكثر خطورة، بينما فيروس كورونا الجديد هو أكثر انتشارا وأسرع انتشارا. فكما نرى يعني من ناحية الخطورة ومن ناحية طرق العلاج يعتبر أصعب السارس، بالضبط، لكن الآخر هو أخطر من حيث الانتشار. بالضبط، فحيث نرى أن هذا الفيروس، فيروس كورونا الجديد، والذي بدأ بالظهور أو أعلن عنه في 31 من شهر ديسمبر بنهاية عام 2019، أصاب العديد وكما ذكرت الآلاف من الناس. طبعا ابتدأ في مدينة ووهان الصينية في سوق الأسماك والحيوانات، والذي يعرف به أنهم يقوم الناس ببيع حيوانات مثل الأفاعي والفئران. فبعض الإدعاءات تقول أن هذا الفيروس انتقل من الحيوانات إلى الإنسان في تلك المنطقة، وبعد ذلك انتشر ليس فقط بين المواطنين والسكان الصينيين، إنما أيضا مختلف الأشخاص في دول العالم. وكما نعلم هذه المدينة، مدينة ووهان، تشتهر بمجيء وتغريب حركة سياحية، وأيضا وجود طلاب جامعيين، فإنه حيث أن هذه المنطقة من ناحية دراسية جامعة ووهان تعتبر الثالثة. كيف انتشر في أماكن أخرى من العالم عن طريق السفر يعني؟ بالضبط، هنا نذهب إلى المطارات. بداية هذا الفيروس ينتقل عن طريق السعال وعن طريق رذاذ العطاس، وأيضا عن طريق لمس الشخص المصاب. وأيضا عندما يقوم الشخص بلمس عينيه أو فمه بدون طبعا تعقيم أو تطهير يديه، فإن هذا الفيروس ينتقل بسهولة. طبعا في المطارات وفي الطائرات بشكل خاص كما نرى يقوم معظم المسافرين بلمس غالبا نفس الأمور، وأيضا بدخول الحمام. فطبعا هذه أسرع وسيلة لانتقال هذا الفيروس، وأيضا من ناحية الاحتكاك وأيضا الازدحام في الطائرة. طبعا هذا الأمر أدى إلى انتقال الفيروس ليس فقط في الصين إنما أيضا إلى 15 دولة أخرى، بما في ذلك تايلاند، الولايات المتحدة، كندا، وآخرها كانت في الإمارات العربية المتحدة، وهي الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي أعلنت عن الإصابة طبعا بهذا الفيروس لعائلة صينية مكونة من 4 أشخاص. طبعا هذه العائلة جاءت من ووهان إلى الإمارات المتحدة، وطبعا هم الآن بحالة مستقرة لكن هم قيد كل الرعاية الطبية. وبالحديث جمانة عن هذه تعليق الرحلات، لابد بأن للوباء تأثيرات اقتصادية وكثير من التأثيرات الأخرى على الساحة الدولية، ليس كذلك؟ بالضبط، وخاصة بأنه بهذه الفترة بالذات، يعني لم يمر فترة أو وقت طويل على انتهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. الآن الصين تعاني طبعا من هذه المشكلة. الكثير من الدول بما في ذلك ألمانيا، بريطانيا وروسيا أيضا قاموا بالإعلان عن أنهم يريدون إلغاء وإبطال الرحلات. طبعا هذا الأمر يؤثر على السياحة، فكما نرى مدينة ديزني لاند في شنغهاي أيضا تم إغلاقها
في وجه السواح وأيضا المواطنين. هذا بالإضافة إلى أن الصين قامت بإطالة عطلة رأس السنة القمرية طبعا حتى يبقوا الناس في البيت اللي طبعا لمنع احتكاكهم وتواصلهم مع باقي الناس. طبعا هذا الأمر يضر اقتصاديا بالصين، حيث أن هذه الفترة بالذات هي أكثر فترة يقوم بها السكان المواطنون الصينيين بالاستهلاك المحلي، والأمر الذي يضر طبعا بالكثير بالمال على الصين. ولا نسب أن الصين هي عمليا قوة اقتصادية عظمى، ولا بد بأن أي شيء يحدث فيها سوف يؤثر على العالم بأسره. جمانة خديجة زميلة صحفية في آيتون تيفور نيوز، شكرا جزيلا لك.